يوظفون المراكز العلمية في التقسيم الأمريكية النفسية منذ 1973 أزاحوا من الانحرافات الجنسية كأمراض، أزاحوا ما يسمى اللواط، أزاحوا كمرض كان قبل يعتبر مرض، أما 1973 كما ذكرت أزاحوا فلا تدرس اللواط كأنه علاقة جنسية عادية. فأتمنى من الأخ جاسم، أتمنى يكون الوقت إن شاء الله نلتقي عندكم في الكويت أو هنا إن شاء الله، أنا شخصيا مهتم بهذا المواضيع إن شاء الله، أتمنى أن نطرح البديل الواقعي من النموذج الدبلي تجد اسمح لي دقيقة قليلة، يعني نريد الإيجابية عندما نطرح الأشياء كأنها سلبية، أنا نريد الناحية الإيجابية من المنظور الإسلامي الذي فيه الخلاص للبشرية وليس الأسرة الإسلامية. فقط جزاك الله خير. الله يبارك فيك. قدمنا الأخ المسيب مجيد في الاختصار، ولكن من جهة المجوء لا يبالغ كثيرا. لا أريد أن أطيع، لا أطيع. حينما لا أريد أن أطيع لا أطيع. أريد أن أقدم نوعا من الشكر ثناء والمحبة لأخ الأستاذ فاضل محمد جاسم المطوع، وأقول له أن نستمتع ونستفيد من برنامج من مرابجه في قناة إقرأ وغيرها، فجزاه الله خيرا، ونحن نفتخر بمثل هؤلاء الدعاة الذين يتكلمون بهذا الخطاب والذين يثيرون انتباه الناس بشكل لافت كما يثيره الأستاذ الداعي عمرو خالد والأستاذ محمد جاسم المطوع. فهذه هذا جيل جديد في الدعاة، فجزاه الله خير وتقبل منه. حضرت فقط نصف الثاني من محاضرتكم. أريد أن أقول السؤال الذي أريد أن أتقدم به، هل المرأة المسلمة والمرأة العربية المسلمة أيضا ليست مهددة بهذه الأمور؟ قلتم بأنه هو عندهم الآن هذا الوضع عندهم وسينتقل إلينا. نريد أن يتوجه الأستاذ إلى المرأة المسلمة أيضا، لأنها أيضا أصبحت تتصرف إلى مثل هذه الأفكار، لا تريد أن تنجب. حينما أصبح عدد المسلمين عام 1986 مثل عدد المسيحيين، ثارت ثورة الغرب وأصبحوا يكتبون عن بداية العهد العكسي أنه بدأ عدد المسلمين يكبر أكثر. فهل المرأة الفلسطينية يسمونها القنبلة البيولوجية؟ فحينما تكون الأخ الفلسطيني مع الزوجة ديالو عنده مع ستة ديال الأولاد، كيقول شحال عندك الولاد؟ كيقول ستة. كيقول واش منا كلنا من المرأة؟ يعني بحال حنا عندنا مثلا ذاك الإنسان عقيم ما كيولدش، كيقول لي صاحبي واش منا كلنا من المرأة؟ هي اللي عندها ستة كيقول لها واش منا كلنا من المرأة؟ فهذا التحدي تحدي الإنجاب مهم جدا، أرجو أن يركز عليها. مسألة أخرى ما تكلم عنه أستاذ فاضل محمد جاسم المطوع يدخل فيما يسمى بالنبوءات، وأحب، وأنا سألت عن بداية محاضرتي فمرت، أحب أنه في المستقبل أن توظف أحاديث نبوية في الموضوع. فهناك حديث في صحيح البخاري يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يصبح للقيم، يعني للقيم الواحد على 50 امرأة، أو يصبح لخمسين امرأة القيم الواحد. آخر ما أريد أن أشير إليه وهو أن الغرب بهذه الثقافة، ثقافة النوع والجندر، أصبح الآن في حيص بيس، وسيكون هذا إن شاء الله سبب من أسباب دماره، أسباب اجتماعية. هكذا سقطت الإمبراطورية الفارسية، هكذا سقطت الإمبراطورية الرومانية، حتى إنهم الآن لم يعودوا ينظرون إلى صورة واحدة فقط من صور الأسرة، ولكن يمكن أن تكون الأسرة عبارة عن رجل وامرأة وأولاد، ويمكن أن تكون الأسرة امرأة وامرأة ويربيان طفلا، وامرأة ورجل ورجل ويربيان بنتا أو طفلا. ولكن الإشكال الذي حاروا فيه، لمن سيقول هذا الطفل بابا ولمن سيقول ماما؟ فاخترعوا مصطلحا جديدا وهو أن يقول هذا باما ويقول الآخر مابا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله أخ جاسم. أولا ملاحظة منهجية، والأخ طرح لنا بإذن الله أننا نتحاور معه
واستسمح من الصفع عجالة بسرعة. ثم سؤال على المستوى المنهجي، أظن الزحف اللي تكلم عليه الأخ أن الأسرة 2050، من ينصت كأن ليس في الساحة إلا الباطل هو الذي زحف، وكان سو زحف الحق لوخاره بطيء، ولكن سنة الله في التدافع. وعلم المناسبة الله سبحانه وتعالى كيقذف بالباطل القوي كيقذف به الباطل الضعيف، باطل الغرب كيقذف به الباطل ديالنا اللي كنحملو. والنقطة الثانية نبغي من الشاعر الأخ واحد الإشارة، لأن احنا في بلد المغرب هذا الشيء اللي كيتكلم عليه الأخ غادي يكون في الله يحفظ في 2005 احنا راح احترقنا به، وكاين واحد تغيير ما بين الكويت والمغرب، ولكن كاينه محنه، واخا كاينه محنه كاين في طياتها منحه كبيره كنكسبوها من وراء هاد المخططات الغربيه. نعطيك مثال بسيط، في خطه ادماج المراه للتنميه، هي جايبه مصائب ولكن جايبه خيرات للمراه المغربيه ما كتصورش على البال. هاد السنه الاحصائيات ديال عدد النساء اللي دخلوا المحو الاميه من طنجه للقويره عمرها ما تحقق في التاريخ المغربي، ان خطه ادماج المراه المغربيه خرجت المراه باش تمحي لها الاميه في اتجاه الغربي، فاذا بها كتخرج كتمحي الاميه في اتجاه انها تقرا كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحصينا عدد من النساء اللي البربريات اللي خرجتهم جمعيات مشبوهه هي اللي خرجتهم باش بمناسبه ادماج المراه، فاذا بهم كيدمجوا في الدين وكيدمجوا في الخير. ولاول مره في تاريخ المغرب المراه كتعطاها رخص ديال المساجد وما كانش كتعطى، مثبت خطه ادماج المراه في التنميه. ولاول مره حتى الحركات الاسلاميه كتكرم المراه في اخر ديال اخر مهرجان، كرمات المراه ما كانش كتكرمها، فاذا هي محنه ولكن في طياتها من حجيبها الحق. هذه النقطه الاولى. النقطه الاخرى يا اخي على مستوى، قلت لك هذه الامور اللي طرحتي، انا كنتمنى على المدى المستقبلي اننا ننتقل نوعا ما حتى على فيما هو يخص الاسره من ثقافه القابليه للاستعمار الى ثقافه الان المقاومه للاستعمار مخطط الاستعمار. وهذه المقاومه اللي خصنا نبرزوها، ومن هنا كنحيي المراه الفلسطينيه وكنحيي المراه الحركيه المغربيه. الى الاخوان قد يقول عزوف قنطلي، ما تبقاش الصوره فقط ديال ابناء الاخوان المنحرفين، ما كايناش غير هذه الصوره القاتمه، كاينه صوره ابناء الاخوان المشرقه. وعير انا عندي 6 دراري والاخوات اللي معايا كلهم تبارك الله ما كاينش اللي عندنا جوج. حنا الصحوه الاسلاميه بدات كتحسن صوره ان المراه يكون عندها جوج، بالعكس نحن وحنا بالنسبه للمغرب انا فرحانه في التوقعات اللي جايه الصحوه الاسلاميه اللي صححت المسار رغم اخطاء وبعض الفلسات هذا منحرف ولا كذا، ولكن في المقابل الصحوه الاسلاميه اللي ردت حديث الاسره وجايبه بمؤشرات ايجابيه اللي خصنا نضروا لها باش نتكلموا على اسره 2050، اسره مزاحمه للتيار الغربي، اسره جايه بقيم اللي ما يمكنلاش نتكلموا على هذه الصوره الله يحفظ لي صاعقه. على مستوى السؤال الاخير، نتمنى الاخ غادي نلتقيه مع الدرب ربما في جمعيات، وانا كنت حضرت له لواحد التصحيحات رائعه جدا يمكن الاخ يركز عليها على المدى المستقبلي، وهي صوره نظره للمشاكل. وانا عجبني مره، ويمكن هذا بسرعه اذا سمح الاخ المحاضر، مره الاخ تكلم كيف ينظر الانسان للمشاكل الاسريه، وجاب نموذج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقه، يمكن عاود النموذج من المنبر نتمنى باش الجمهور يسمعوا، في مشكل الذي حدث بينه وبين بين ام المؤمنين زينب رضي الله عنها وغتخرجوا من البيت كذا الى غير ذلك. الان اخطر ما نعيشه المستوى المغربي لا الحركي ولا غيره هو كيفاش كينظر للمشاكل انها صاعقه. وراه كنتكلموا دابا اطباء وناس كتكلم عليك الاخوان جرائمهم وولادهم وكذا، كان الصواعق حاضره، هذه مشاكل طبيعيه. ونتمنى الاخ الكريم يعني بصرنا بالنظره العافيه الى علاج المشاكل. والسلام عليكم. طيب ندخل في موضوعنا. يا الله يا مسهل، اشوف حتى الكمبيوتر متحمس طفى. طيب القضيه الاولى اللي طرحوها الاخوان، انت لم تتكلم في الحلول، هذه طرحت يمكن لاحظتوها باكثر من شخص معادل وباكثر من اخت. اقول لكم الحل ليس عندي، نحن تعلمنا عندما يتحدث المحاضر يعطينا الداء والدواء، صح؟ وأنا هذا ليس منهجي أبدا. ولذلك لعلكم تلاحظون أحيانا حلقة تلفزيونية أطرح المشكلة وتنتهي ولا أتكلم في الحل، والذي يراقب يعرف. وأنا متبني هذه الفلسفة في الحوار، لأني أنا أفترض فيكم الذكاء وأنتم أذكياء، وأنا أفترض فيكم الحوار والنقاش والمنطق وأنتم كذلك وأنتم أهل. ثم من قال لكم قضية مثل هذه نتكلم عن 47 سنة تريدون مني وصفات سحرية أرميها لكم بخمسة دقائق أو بعشرة دقائق؟ والله أظلمكم وأظلم الموضوع فوقكم.
لا، أنا يكفيني في هذه الجلسة أن أقول يا ناس انتبهوا، بس يكفي يكفي. اللجان أنتم شكلوها، العقول أنتم اجمعوها.